زخريم قبل ثلاث عامة رفرندم إيرترات مال 24 ميازية 2023 أب نيويورك أبزل كبك أند بيت صحفة ودب حبرات هاقرات لعلواي تعزابي ودب حبرات هاقرات أب جزي رفرندم زنبري مستر سمير سامبر لعلميتي وكلتي هاقرات زخونو أمباسادرات دفلوماسينياتات توكلت محبركم إيرتروان تقمتو نيويوركن فتوتن عرخون إيرتراف سرخ بولو أقاتامي بخبز بلسنا سرعات تخبيرو اتمدب نغوص عتشومونتي امباسادر صوفيا تصفى مريم مس ملؤات ابالات قوامي بيت صحفه ايرترا اب حبرات هاغرات مخان بالبروتوكول ود حبرات هاغرات تسنيوم بانديرا ايرترا بخبري بمسقاليوم فليمومو ابتي كاب ساعه 1:40 كساب كلتن فرق عند حلقتري استخايده صنبل زخري امباسادر صوفيا زهابتو حصير ناي مخفت قال حزوزنات ناي تعلت اب تاريخ حزبي ايرترا بمتقاس نعدمات امسكينان ناين قعد حال مساكم الاختي ام حلاليفان كتسيلو بفيديو استقرت ام الاختي منستر قدات وطا ايرترا اتو عثمان صالح نتخطاتلتي قريبو ملو تحسو Your Excellencies and Honorable Guests, this year marks 30 years since Eritrea held an internationally supervised referendum on April 1996. كبراتن كبرانا ارترا بنوحن مررن حرنة وكينات حليفة كاب اثيوبيانا تصالح الموسى لحقل التعمت اميازيا شحن تعاتي متن تسعان سلسن زكايرتو اهقلاوي تقوط اتصرتي ساعة سبوة تاريخه وفتسامي رفرندم لومي سلاس عمتو مليو اللو ابشحن تعاتي متن سوسان حدن زمر حرنة وكينات ارترا حزب ايرترا كان مجزاتي حالان موسى زي قهاس مسلو محبر سبع عالم شلال تباهلو وعبيتي قلوباوي حيلتات ترير تقاومو مسجد امو نسوخي اكل اثيوبيانة بحورات هاقرات ستسجدده فدرالاوي سرعة سريزة من ايرترا مستحقتها لستولعي فتحو كيناتيو But in spite of these historical and legal facts and while victory was ascertained on the military and political fronts يقدس بنت أزي تاريخاون حقاون حقتات زبيرترا أبوليتيكاون وتهدراون دنبارات عوت مسترقا قصقون تقني بزيوي مسترقا من قصي إرترا وقعوي أواج ناقصنات رفرندم كساب زكايات كصفحي وشينو أزي تاريخاو وساني أزي ستوستلو بخنيات بحرياوي حتو زبي إرترا ناقصنات الأولونات عبد السفح عالم المقلحن مردأتا نمسرات نيو and statehood. As it happened, the Eritrean Provisional Government duly consulted the referendum commission by proclamation number 2 أواج كوز عسان كلتن زبار شنك عتميتن تسعان كلتن نتعمام زفت سم كوميشن رفرندم كمزو قمي أفليتو كون عنا تنقلو تنة مسرح رفرندن نمرقات التي تاريخه وفتسامية تسنيدو مساتي ولدوتات كم حلال فندما ولات هاقرات ودب حدنة أفريقا كلهم منقستات بمانزا بزحات صوبوين ودبات زي منقستوين محبرات فلوتات سبات أهقروين معكنات زينا كم تعذبتي كستاتفو عديمو سلسة معالتات دو سدى مسرح الفرندم كا كاب عسران سلسن كساب عسران حموشتن ميازياش حنتي عالتميتن تسعان سلسن تخايدو April 1993. نتب درجة عالم زقات امو عفنان تنتصلون فنسيقو كعوات زخالي زبي ارترا بستفل علي من قدتات مالت ابتتسن كل برتا وقاسي بمستخف قوني اوش تهاقرن وطسان كابزر كبو ملا كفالات حبرت السبن سيفيلاوي تكالاتن فانانساوين كال اندقفات سلزر خبي was once again redeemed and ascertained on April 28,
ارتراویان حمس عمت از اکل تحریموم زنبره لعل بهگی نتنت لعسوان شمونتن میازیش حنچ عت میتن تسع سلستن و تیت رفرندم ابستگل تلعلت گلی حت رأیو تسع انتش عت نت بسمانیان حدا میتاویت اول نتنت ادمیتون And the international observers further announced that the referendum process was free and fair at every stage. وجلت عزابي حبرات هجراتن كالوت أهجروان تعزبت انتماع مسرح رفرندم بمولو نصار وتعاون اتلمود حقوي الجواب تستخدتلي أزيوز عق من بارو مسكيروم بس دماء إرترا لولاوي تهجر بمخان أبوتانا تهجرات أهجراو محبر السب قبو بوت أحزاب لعشران أربعة جنبوت حين تعت ميتين تسعة سلستن كلت عمد تحرتي هزبوا جنبار حرنة إرترا نملت هاجر حرز وصار لعلت كا ناتنة إرترا وقعت أوجو أربعة معلت تصنحو إرترا ما بل ميتين سمانيا كلتن أبال هاجر ودبح ولات هاجرات كتكون وقعوي تقبلنا رخيبا as it is 182nd member state إذا تاريخ وفت أميزي أربع أنسل السر عمت دحرتي حبورات هاقرات مسر سو سانيه زبي إرسان ناتسنت بمنساق بو سانيه سلستميتن تسعان أي حموشتي إرترامز إثيوبيا بفدرشن كتكوزان موسانو إرتاويان كلو ناي سلام من قدسات تعاتيوم بعمل سنفقوم مسلنا من رقات دماوي بلتاويك ألسكا كايدو دحر مكدادوم استخصي بزي مخنيات رفرندم إرتاويان ناتسنة تومن لو نتومن من رقات زخفلوو ناي بزحات بلوسات أحوة تومن أحاتو من مسوعتي كبون أتي ببرتوع تقادلو السرقاقات ناتنتهم أدمي قوم كل عقوة أدل زفتغي بايتا ينيرو يقني اللي سعيبو بمنسر زيانا استدالوي حاتير سنداوي زخل رفرندم متعذب تقريبو Italy colonized Eritrea from 1886 until 1941. The British defeated the Italian forces during the Second World War and administered the region until 1952. During this time, the UN attempted to resolve the fate of Italy's African possessions, including Eritrea. The United States, prioritizing foreign policy and geostrategic interests at the expense of justice and the desires of the Eritrean people, imposed Federation of Eritrea to its ally, Ethiopia, under Emperor Haile Selassie. Eritrea was eventually annexed by Ethiopia in 1962, prompting over 30 years of armed resistance by the Eritrean people. On May 24, 1991, the Eritrean People's Liberation Front entered Asmara, welcomed by jubilant crowds, signifying the end of the armed struggle for independence, and the plans for the historic referendum began. Two years later, on April 23, 1993, the Eritrean dream, which many had ignored, claimed was unattainable and impossible to achieve or sought to extinguish, became reality as the referendum ended a painful chapter in Eritrea's history and paved the way for a new era of hope, resilience, and unity. أوشت زي نويح عمتات نفس وقفنا كيف تسمو زي دلت الأخو نيرو زي تلأخو زغاء نمود أتم زي دنيو زي زكايت زلو ديمقراسيا ومرج أنا هزبي إرترا مخان نفس وقفنا برو نيرو أورا ني أبالات زباو قنبار The process was unique in its preparation with the EPLF's efficiency, pragmatism, and high degree of popular legitimacy on full display. I have some feelings of regret, and that is that the community of nations did not pay more attention to the wishes of the people of Eritrea, because if in 1952, instead of imposing a solution on the people, they had done
what we've seen in the last 3 days. If the United Nations had carried out the principles which were, I must say, later on enunciated in 1960, that peoples have a right to determine their own political future by means of a referendum, if they'd done that in 1952, then an awful lot of bloodshed would have been saved. But I think that we have to put this behind us now and look forward to the future. The referendum magnified the hard-won freedom for the people of Eritrea, which they paid for dearly in the quest for freedom and sovereignty. Both the capital city and remote villages demonstrated equal participation and showed equal support for independence. عوات تزازيمي وتلقونا فتسيمن إن أي تبعلن كل التعامل توسيعه زحجي زكاد اللي ديمقراسية ورفرندم نعين كلاتهم أنت ما إذا حجر زنا سمنة حرنة تقالس وسبات ناي تلقوا فتسامي يقبلها. The resounding outcome saw 99.8% of Eritrean voters respond yes to independence with a turnout of 98.5%. تسعين شمانتن نقطة حمسان كلفتن كام ميتي نايد تمزقبو أدمرتي دمتي هبوم تسعين تشعاتن نقطة شمانتن ميتن حمشتن كام ميتي نايدهم دمتهم ذهبو هو خدمته خلو زيرو نقطة حادة ميتن تسعين حمشتن كام ميتي تراي أي فعل أدمتهم مالتي. On the basis of the evaluation performed by UNOVA, I have the honor, in my capacity as the Special Representative of the United Nations Secretary General, to certify that on the whole, the referendum process in Eritrea could be considered to have been free and fair at every stage, and that it has been conducted to my satisfaction. The Eritrean referendum was a rebirth of the country, establishing its place in the international community on the foundation of sovereignty and dignity. The event was monumental for Eritrea, relegating over centuries of unimaginable brutality under various colonizing forces to history. Eritrea became an independent nation on April 27, 1993. شيخ اخوانا تسنت بأسران أربعتن قنبط تسعان سلستن بوقعي تيواج توسينن تلو كابلو معالتي إرترا لعلنتا زرقاقصت ناتحة جري. The result validated the questions of the Eritrean people and established the country's independence as a sovereign entity among the family of nations. What is exciting for anybody who's here for the referendum is that two things. One is that it's a historical precedent. It certainly shouldn't be forgotten by the international community that in many ways what Eritrea is having to do now is a result of what the international community imposed on it 30 years ago. I think the international community was very respected the fact that the Eritreans sacrificed so much, but then having declared a provisional administration, waited for 2 years and carried out the referendum in a legal and monitored sense rather than declaring unilateral independence. So I think it deserves the reward. That people are so very happy. And of course, after liberation, you had to wait for 2 years for the referendum. But if you see now that people made their own choice and that they are so happy everywhere, I think the waiting was worthwhile. The Eritrean referendum of April 23 to 25, 1993 was a decisive moment in the history of Eritrea, a triumph for international law and a testament to the courage and perseverance of the Eritrean people. دحر زي مدرخنا نايتي أقات أمي ناي كبر عدوم مستر سمير سامبار توهيبو مستر سمير سامبار
أكال نايكي كرمي سلاسة عمتات استخايده نولو لاونات إرترا زرقاقة تاريخه ومسلح رفرندم كخوانن أبزخلو ككافل بمكوعن اسمعو كبرن حابنن أزيلو عمقانو كاليسو أتمسرح كتور دليتز بي إرترا ناتنا ستمسكررلون أبنتاون من بارو متكاس موقع كبابلان انقلوتن هزبي إرترا أبزخلو هياو كم زرلو أسميرلو نهزبن منقسن إرترا سناي من يوتوب ومقلاس لما أتسألي عبيتن بلتسقنان تمنيو أمجر الشانايت مدب مدرخ نتساتفتي تخافيتو أمباسادراتن وكلتن حقراتن ودباتن مالت نيكاراغوا، سنغافور، تشاينا، روسيا، إثيوبيا، أوغندا، رواندا، باكستان، سوريا، كونغو كينشاسا، موروكو، تاجيكستان، فاتيكان، حبرت إيروبا، حبرت أفريكان ودب حبرات حقراتن مالت أب سكرتاريات حقاقاتي توانا صحافي أو قديات أفريكا نايوخان عمل اختن سناي منيوت محزنتن على سميعهم اتم وكلتي رفرندم ارترا بلعل تساتفون ودابن هزبي زتخايدن دليت هزبي ارترا ناتنات زمسكرن بمبارو بابنات الزكر مسح مخانو اسمي روملو سلاسة عمت ابعد مهاقرات وخد مخانو ارترا دما ناتنات اخت قونات صف مخالا تريديك وني بخبري كتعيك ابو مبقعان ابنطات هاقر محبراون كتبهون لمعات ذنات قسقاس بمرأيان موكيسوم أنت أرست وزده بين أوي إقرات تصويرا تمكت كمزلا من دقاف هقراتهم كمزيف الليان أسميرهم لو أبتق زيتي أبالي تعزابي لأخو دب حبرات هقرات كوينو السرحن نحجي أمباسادر كونغو زخونن ميستر جورج زونغولو نتالا جابوكنو أكال مسرح رفرنم إرترا منبارو بولكو كبري كمسمع بمتكاس هزبي إرترا هياو أبنتنا يرسخا مخال مخانو أبتغي زيتين كبور برسيدنت إساس أفوركي كرخبو أبزخال العدل استزاربو زكيرو مسكرنا تغليتو مسو برسيدنت إساس نو أمريكا مستملسكا نزيقاتنا إذا هاقر زخون الغنزب كمزيب الله لاب هاقر كمتيخم ألمعو أوفرو واللومخا إلو كمتلابو زكيرو اتمدب العل تساتفو وكلت هاقراتن ودباتن زنقدن مردات تساتفتي بزعب التاريخن بوليسيكا ودحر بايتان إرترا زعمقن عوث من بارو كابت بوتا زبس حن حبريتا على ديو